صرف جزء، صرف جزء، ما فيش مشكله. فهو منيمنا بتاع اللي معاه الوصل الامانه ده، احنا معانا صوره اللي معاه وصل الامانه، منيمنا على ان ايه هيحل. حضراتكم قلتوا لي في يمكن 40 واحد تاني، اه يعني تقريبا لما منكم كام؟ هو لا لا من بقى 40 اللي واخد منه 20 واخد 30، يعني مبلغ يعني لو ضربنا يعني مثلا عدينا المليون جنيه، عدينا المليون جنيه. ايه الحكايه يا استاذ وليد؟ والله الحكايه هي واقعه نصب مكتمله الارقام من شخص اوهم بعض الناس باني يعمل في شركه من شركات السياحه، او بيعمل فيها باسم هذه الشركه استولى من الناس دي على اموال لاهمهم بانهم هيطلعوا موسم حج. حصل ان اخذ الفلوس مضى لهم على وصل، كان معاه محامي، يعني انا كان معاه محامي من نفس منطقته كويس، وقال له مضلهم على وصل، مضى الوصل، المحامي نروح له رغم علاقته بيه وعلاقته بيه جيدا جدا، الا الناس دي ما كانت بتقابله، كانت بتقابله في وجود المحامي، واوقات كانت بتقابله في مكتب المحامي نفسه، ومع ذلك يقول انا ما اعرفوش، انا كنت باجي كده بس علشان اقول له امضي او ما تمضيش، اكتب او ما تكتبش. على اي اساس انت جاي مع واحد المفروض انه موكل عندك ومامنك على حاجه وتقول انا ما اعرفوش بعد ما نصب؟ اذا انت كمحامي شريك معاه، انا في رايي هو كمحامي شريك معاه، انما الواقع اللي حصلت دي هي نصب بكل الطرق القانونيه وكل المعارف القانونيه، هو نصب. هل في اي مستندات غير صور وصول وصولات الامانه؟ معانا فيديو هو بيمضي على الوصل الامانه وبصورته بشخصه، ومعانا وصل الامانه نفسه. اتصور ازاي بالفيديو ده؟ احنا بمحض الصدفه، احنا صورناه بمحض الصدفه كده، مش يعني واحد كان قاعد تصوير يعني جايبه محض الصدفه، صوره شاكك فيه قاصد، يعني هو قاعد شاكك فيه يعني، هو والحاله تحت.